بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي التكنولوجيا الجديدة جميلة جدا من مايكروسوفت. ازاي ان انا مثلا عندي اي مجسم او اي شكل واروح مدخله لقلب الكمبيوتر بتاعي. يعني انا بعمل العكس، بدل ما كنا الاول بنشتغل على برنامج واقعد ابنيه على الموديل على الكمبيوتر وبعد كده بالبرينتر 3D بقدر اروح طبعه، لا ده انا مجرد بالموبايل ببرنامج عادي خالص من مايكروسوفت احول المجسم دوت، احول الشكل اللي قدامي دوت لمجسم على الكمبيوتر. ممكن مثلا يكون عندك لعبة معينة وعايز تدخلها عندك على الكمبيوتر عشان تعمل عليها بعض التعديلات، فمجرد بس بتحط اللعبة قدامك على الترابيزة وتبدأ تلف حواليها، فالمجسم بيبدأ يتكون على الموبايل وتدخلها على الكمبيوتر وبتدخل بدقة عالية، ولو في حتة ناقصة مثلا ما جاتش مظبوط وانت بتلف ما خدتش احد الارقام ممكن تروح انت بقى مكملها، بيبقى ناقصلك حاجة بسيطة على الكمبيوتر. هي طفرة في العالم ده، بسم الله ما شاء الله. لاحظ ان هو كمان خد الالوان،